السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله بقى هنعمل حاجة كده زي روتين على السطح. الروتين بتاعنا هيكون شامل إيه؟ هيكون فيه وجبة حلوة أوي هتشوفوها معايا في قلب الفيديو، وكمان هنذبح بط العيد مع بعض. تمام، تعالوا كده بقى نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ بقى نشوف البط بتاعنا ده كده يا جماعة. مبدئيا البط بتاعنا وده الفراخ اللي انتوا شايفينها، القطة يعني القطتين مفتوحين مع بعض. دي المكان دوت فيه الوز وفيه شويه فراخ كده زي ما انتم شايفين، والعشه بتاعت الفراخ اهيت. وهنا برضو ايه البط اللي نايم، هنوري لكم برضو وهنشوف بسم الله ما شاء الله كام بطه نايمين على البط، وفي بط مطلع وفي بط لسه بادئ يطلع. هنشوف برضو ان شاء الله كده كل الكلام ده مع بعض. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده طبعا البط الشامورته يا جماعه اللي انتم شايفينه معايا ده، اهوت اللي في قلب الاوضه دوت. في بط شامورتي داخل وفي بط شامورتي بره هنشوفه. وعلى فكره هنذبح من البط الشامورتي كمان. عارفين البط اللي انا كنت وريته لكم ده وقلت لكم ده هو كان داخل على دور اسهال ورشه سقط ومش عارف ايه، هتشوفوا بقى كده مفاجاه حلوه النهارده معايا، وهتشوفوا كده الوزن بتاعه وصل معايا لغايه فين. تمام، ده البط بتاعنا اهوت، وده الكرتونه اللي انا هاخد فيها البط بتاعي الصغير طبعا اللي هو لسه طالع من زمان بقى، ما طلعليش بط ولا حاجه، ومن زمان ما صورتلكوش فيديوهات عن البط خالص. فان شاء الله كده هنشوف يعني لسه مبدئيا كده اقولكش. ده الكرتونه اللي حاطه فيها شويه نشاره اهوت على اساس ان انا هلم فيها البط، وده البط اللي انا هذبح منه بقى، هذبح منه الكره والحاجات دي. الكلمه ديت تحتها بطتين برضو نايمين اللي انتم شايفينها ديت، لسه برضو قدامهم شويه كده ان شاء الله هيطلعوا، فهتشوفوهم برضو ان شاء الله برضو كده معايا. والاوضه بقى ان شاء الله ديت اللي فيها البط اللي هو طالع، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنشوف برضو البطه اللي هي نايمه. في بطه نايمه هناك عند الوز دوت، تعالوا كده نشوفها مع بعض عامله ايه. شوفوا بقى انا مداريه عليها بايه، علشان هي ما فيش الا الوز بس، الوز ما بيروحش عندها ولا حاجه، بس يعني ايه هو واقف جرى كده في الظل دي. بسم الله ما شاء الله انا يعني عامله لها كده خشب على اساس تضلل عليها من الشمس بقى، وما فيش لا طيور تروح عندها ولا في اي حاجه تروح عندها. دي هيت ما شاء الله، يعني هي رصه البط تحت منها كده رصه حلوه، فانا مش هاجي همت هسيب. وده الخشب، لو انت ما عندكش خشب ممكن صاج، لو عندك طبليه قديمه ولا حاجه، اي بطه نايمه عندك او اي فرخه اعملها كده على اساس ان هي تبقى نايمه وكانها كده ما فيش بقى لا طيور تيجي عندها تقومها كل شويه من على البيض، ولا ذكر يقومها ولا اي حاجه من دي. ده بقى البطه اللي هي نايمه اهي، ده اللي هي مطلعه. هنسمي كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنجيب اللي هي طلعته تحت مني اهو. ده كده بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، يعني هي ايه مطلعنا شويه اهوت. بس على فكره لسه البيض برضو معظمه ما طلعش، احنا هناخد اللي هو طلع اهو. هنعد كده بقى ونشوف بسم الله الرحمن الرحيم كم واحده. ده اللي طلع بسم الله ما شاء الله، يعني هو طلع حوالي كام واحده؟ هي نايمه عليهم مش عايزه تقوم ولا عايزه تسيبهم. على فكره يا جماعه تعرفوا البطه الشاطره منين بقى؟ البطه اللي تلاقيها دايما نايمه ومش عايزه تقوم من على العيله دي تبقى بطه شاطره، انما البطه اللي هي تبص تلاقيها بقى يعني ساعه ما تشوفك تقوم هجه على طول وجاريه من على البيض، اعرف ان البطه دي مش كويس. بس في بط برضو يعني كويس وبتطلع. فانا هاخد دلوقتي البط من تحتها اللي هو نشف خلاص اهو في الكرتونه. بسم الله الرحمن الرحيم، هي تقريبا كده مطلع لها اربعه او خمسه مش عارفه، هنعدهم برضو مع بعض. شوف بقى مش عايزه تقوم خالص، مش عايزه تقوم من على البيض ولا مع عيل. هي فاتحه الواحده اهي، بس هي تقريبا كده شكلها مفتوح ليه. ميته في قلبها، الولده ميته في قلبها، طلعتهاش ديت. خلي بالكوا دي انا ما كنتش فرشلها، ما كنتش حاطلها قفص، انا كنت يا دوبك لقيتها باضت على الارض كده رحت حاطلها القش ومحوطلها بطوب، وفضلت نايمه زي ما هي كده. شايفين بقى البطه دي بتعض ازاي؟ هتبص تلاقيها تجري يتعض دلوقتي. عايزه اقومها بس علشان اظبط لها البط تحتها، ما فيش فايده. شوف فاتحه بقها ازاي،
ونغطي عليها بقى تاني ونسيبها كده لغايه ما تطلع الكميه اللي باقيه براحتها. تعالوا بقى كده نشوف البطه التانية اللي هي نايمه لسه، يدوبك بسم الله ما شاء الله يدوبك اولكش لسه تبشر بالبطتين دول، بالبطتين دول. بسم الله الرحمن الرحيم. بس هما لسه طراوي يعني ما ينفعش ان انا اخدهم، فدولت بقى يفضلوا مثلا ساعتين ثلاثه كده لغايه ما ينشفهم وشبه عرق من تحت امهم، وبعد كده نبقى نشيله. وكويس الاثنين جم مع بعض عشان ايه؟ يتربوا مع بعض احسن يعني، بدل ما يجوا بالتدريج يبقى كويس ان البطاطين طلعوا مع بعض. ان شاء الله برضو هنربوهم مع بعض، والناس اللي حابه ان انا يعني امشي معاها دورة بط جديدة بإذن الله. انا عارفة ان مفيش حد هيجيب بط دلوقتي، كل اللي هيجيب بقى ان شاء الله هيبدأ ان هو يجيب بقى دلوقت في التراوف، وان شاء الله برضو هينهض يعني، نبدأ الدورة مع بعضنا. هي لسه طرية شوية، شايفين لسه طرية ازاي؟ فانا ده هسيبها بقى زي ما قلت لكم، ده هسيبها حوالي ساعتين، وبعد كده على اخر النهار كده ان شاء الله اطلع اجيبها يكون طلعت حاجة تانية. تيجوا بقى نذبح كده مع بعض. احنا كده خلاص خلصنا البط بتاعنا، وخلاص لمينا بقى البط اللي ايه اللي احنا محتاجينه اللي طلع ونشف خلاص. تعالوا بقى كده نخش الاوضه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف هنذبح البط بتاعنا بقى بتاع العيد. كل سنه وانتم طيبين. على فكره يا جماعه انا هذبح بط من اللي هو البط المسكوفي اللي هو ايه اللي كان رشه سقط ده. بسم الله ما شاء الله دلوقتي شال اوزان، يعني وزن البط دلوقتي ما شاء الله يعدي 3 كيلو وزياده كمان. هتشوفوه معايا برضو وهنضفهم باذن الله، وانتوا هتشوفوهم معايا. حاجه استغرب بقى، طب انتوا عارفين هو العمر بتاعه قد ايه دلوقتي؟ او انا هذبح على عمر كام؟ هذبح على عمر 3 شهور البط المسكوف دوت. محدش يستغرب يا جماعه، هو احلى اكله له وهو لسه شامورت صغير كده. هو اي نعم هيبقى مسلل شويه، بس هيبقى ما شاء الله طعمه زي السكر. البط عايزه تكسبيه الانيته بالذات، اذبحيها وهي لسه صغيره كده. بس الافضل ان انت تذبحها على 4 شهور علشان يبقى ايه مش مسلل. بس دوت انا جيت اشوفه اهو، شايفين ده بطه البيضه دي انا هسيبها دي. البطه دي شكلها حلو قوي، ان شاء الله انا هسيبها سلل منها، ده انا مش هذبحها. شايفين بقى البطه ديت بسم الله ما شاء الله. بس انا ما كانش معايا ميزان ساعتها بقى، لو في ميزان بقى كنت انا وزنتها لكم، يعني ما شاء الله فعلا تقيله تقيله يعني. دي خلاص انا هذبحها، هو كله استخبى تحت الفرن جوه. فانا همسك برضو كمان واحده كده، وما شاء الله الاوزان كلها قد بعضها. انا بقيت امسك يعني مسكت واحده واثنين كده على اساس ان انا انقي التقيل، بس ما شاء الله لقيت كل الاوزان قد بعضها بالظبط. فاكرين بقى لما انا كنت بصوره لكم كده بقول لكم ده هو دخل على دور اسهال ومش عارف ايه؟ فاكرين برضو لما انا حطيت القشر بتاع الرمان المطحون؟ بسم الله ما شاء الله، ده احسن حاجه لو انت جبتها كده وقلبتها له مع الميه او على الاكل، ما شاء الله دي احسن حاجه تضيع الاسهال معاك. البطه دي بقى ده انا هسيبها ما شاء الله جميله قوي، يعني ايه بحب اللون الابيض دوت في البط ده، انا هسيبها ان شاء الله هسلل منها، وهسيب برده واحده كمان مسكوفه. اما الفراخ الشامورت دي بقى ده اللي كانت تدل على الفرن اللي شايفينها ديت ما شاء الله. وعلى فكره يا جماعه برده الناس اللي هي بتقول انا عندي الفراخ فيها نقط سمره نقط سمره كده، بقول لكم ما تقلقوش، هو ده بيبقى جدري بس بيتمسح لوحده، لان كان عندي برده في الفراخ ديت يعني بعد ديك كده كان فيه فول العرف بتاعه نقط سمره، بس ما شاء الله لقيته مسح لوحده. ده انا جبت بطتين هما ده اللي انا هذبحهم، انا هاخد منهم 3 يعني، انا هاخد 3 مسكوفي من اللي انتوا شايفينهم دولت وهذبحهم الاول، بعد كده هنشوف الدكوره بتاعتنا دي برضو هننقي منهم واحده. هلا هنقي منهم 2، دي الثلاثة المسكوفي اللي انا ذبحته، ده اللي هو لسه صغير انا ذبحته يا جماعه عشان محدش يقول لي ده عمره كام، ده انا ذبحته على عمر 3 شهور. انتوا طبعا كنتوا عارفين الدوره بتاعتي وانا جايباها يوم ايه، ده ما شاء الله 3 همت، بس ما شاء الله اوزانهم حلوه قوي. ده الدكرين بقى اللي انا مسكتهم اهوت، يعني كده دلوقتي ذبحت دكره وذبحت ايه اناتي، ودي الروميه اللي طارت مني ديت انا همسكها دلوقتي، دي انا هجيبها برده هذبح، لان انا جيت اشوفها ما لقيتهاش لسه باضت، قلت كويس ان هي لسه ما باضتش، هو الباقي كله باض بس ديت الوحيده اللي لسه ما باضتش. وده البط بقى يا جماعه بسم الله ما شاء الله، بعد ما نضفناه اهو ده البط المسكوفي اللي انتوا شايفينه، شايفين ده بسم الله ما شاء الله. البطه يعني يمكن انتوا شايفين حجمها كده وانا بصورها لكم، ما شاء الله كانت عدت 3 كيلو ده كلاته، هو يعني اي نعم لقيته مسلل حاجه بسيطه كده، بس مش مشكله. ده يا دوبك انا لسه انا شلت بس الريش الكبير، وده الروميه اهيت
ده كده خلاص اهوت البط بتاعي انا نضفته زي ما انتم شايفين. ده طبعا مش التنظيف النهائي، يدوبك انا شديت الريش الكبير بس زي ما انتم شايفين كده. هاخده دلوقتي واحده واحده كده على الحنفيه، ولو في ريشه ناعمه ولا حاجه هنشيلها تحت الحنفيه تبقى سهله معايا. تمام، فباذن الله بقى. وزي ما انتم شايفين الرومي برده اهو، دبحت الروميه. خلي بالكم بقى يا جماعه، ده بط العيد زي ما انا قلت لكم، محدش يستغرب ان انا دبحت الكميه دي كلها دوت، عشان طبعا يوم الوقفه ولا حاجه بن يعني ايه بيبقى جاهز بقى بنستعمله اول يوم العيد وتاني يوم العيد، بيبقى يعني سهل بقى معايا وبيبقى موجود على طول في الثلاجه، بجيب واطبخ على طول، مش لسه هطلع اذبح واعمل والكلام ده كله، بيبقى جاهز معايا. هو احنا على طول متعودين كل عيد بنعمل كده. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، كل سنه وانتم طيبين، اتمنى